الاهلي لا الاحمر الجزائري ما يفتحش الباب للتبرع للاموال. هذه انا اللي درتها ديجا، هي من قبل ما كانتش، كانت في بعض الاحيان يفتحوا للنقد. احنا اولا عندنا امرين مهمين، اولا اللي باش نقصوا من المعاملات الماليه، لاننا احنا جمعيه ذات هدف غير كسبي وغير ربحي، ابيت نون لوكراتيف. انا على قد ما نقص من الشارج تاعي تاع لي فينانس على قد ما مليح ليا، وانا افضل انه كل واحد، لانه الصدقات هذه والحسنات هي نوايا. دوك انت باغ اكزومبل ناوي حاب تمد باطا حليب، انا الباطا حليب هذيك مانيش حنشريها دوك لاني انا عندي معطيات، بالك راح تقعد في الصحراء، حتى تقعد مده زمنيه معينه، ممكن انها تخسر، ممكن انا ما نشريش باطا حليب. الاولويه تاعي انا بالنسبه للتواصل تاعي مع الجهات هذيك ماهيش باطا حليب، الاولويه تاعي مثلا غطاء ولا فرش. وانت تشوف بلا الغطاء والفرش هذاك ماهوش مهم، لكن هما يشوفوا فيه مهم. انا ما نقدرش ندخل في نوايا الاشخاص، علاه نقول لهم كل واحد يقدم واش راهو حاب ويحط الامور تاعو عندي، يوم باكتيها يحطوا اللوغو تاعو عليها، حنا رانا نوصلوها. وقلتها لهم ونعاودها باللي راهو الابواب تاعنا، انا كي تحط في المخازن تاعي من باب المصداقيه الابواب كانت دائما مفتوحه، حنا ما نغلقوش الباب تاع المخزن. اللي يجي يحط مساعده تاعو بشهاده الجمعيات، يحط المساعده تاعو، يجي في اي وقت يقول لي نشوفهم وصلوا ما وصلوش، خرجوا ما خرجوش، يروح بعينه يشوفوا. حتى كي نشحنوهم، كي اللي شحناهم عيطنا لهم قلنا لهم هامليك هام تشحنوا بالفيديوهات وهامليك هم وصلوا، نعملوا بشفافيه مطلقه. لكن الاموال فيها مشاكل كثيره، فيها ربما يمكن حتى يكون استغلال من بعض، واحد يقدر يلبس سترة تاع الهلال ويروح يلمن عند الناس. على احنا اكدنا باللي رانا ما نجمعوش الاموال. اللي يحب يقدم مساعدات علينا يحطها، توصل امانة، توصل لاهلها. الاموال ما نقدروش نخوضوا في مشاكل احنا في غنى عنها فقط، وما عندناش الميكانيزمات اصلا باش نوصلوا الاموال. احنا ما عندنا حتى ميكانيزم، احنا الميكانيزم تاعنا الوحيد هي الدوله الجزائريه. احنا نجمعوا المساعدات، نجهزوها، نشحنوها، الدوله الجزائريه هي اللي تقرر وين تروح فقط.